سلام حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده وانتم كتشاهدوا معايا هاد لا فيديو. الى اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد كنزلو، وكيف العاده ما تنساوش تشجعوني بلي لايك والتعليق ديالكم. ولا كان عندكم اي طلب بغيتوا ينزل في القناه قولوها لي في التعليق ديالكم، وانا غادي نلبي لكم طلب ان شاء الله في الفيديوهات المقبله. اليوم فيديو جديدة وفيديو مختلف على الفيديوهات اللي نزلت قبل. اليوم غادي ندير لكم تنظيف عميق المطبخ ديالي باش نعطيكم ديزاستيوس اللي ممكن انكم تستعملوهم باش تنظفوا المطبخ ديالكم وتحافظوا عليه ديما نظيف، وحتى فاش تبغوا تنظفوه ما ياخد لكمش وقت كبير. اول حاجه ما غنبدا بالمجوره. هذا المجر الاول اللي عندي فيه المعالق والماس ومهم داكشي اللي كنستعمل، غادي نخويه كامل عاد باش ندير عليه البرودوي اللي كنستعمل ديال نوفو بوا. راه غتشوفوه في لا فيديو خاص باي حاجه فيها العود، صراحه كينقي وكيعطي واحد اللمعان لاي حاجه مسحتو بها. هنا غادي نمسح هذوك الفرشيطات والمعالق، ونمسح حتى ديك لابواط فاش كانوا. راه البقيه ديال الفرشيطات والمعالق والماس راه كاينين في لاف فيسيل. المهم غادي نخويها، غادي نمسحها، وغادي نرد ليها كل حاجه بلاصتها. هذا المجر الثاني حاطه فيه الكيسان غير اللي كنستعمل، حيتاش الباقيه ديال الكيسان خليهم في كراتنهم وحطهم في بلاصه مهزولين. هنا غير دوك ديال الاستعمال اليومي. غادي نخوي المجر كيف العاده، وغادي نمسحو بداك البرودوي اللي وريتكم، ونعاود نرد كل حاجه لبلاصتها. بالنسبه لهاد الشبيكه دايره فيها سترابط اللي كنستعمل في الكوزينه، دوك ديال لي كون ديال الفران. المهم عزلت قبل كاع دوك السريبتات اللي خصهم يتصبنوا، درتهم حتى يتصبنوا، ودابا غنطوي هادوك وردهم دايرهم في هذاك المجر مع الكيسان. ودابا بقى المجر الثالث، نخويه حتى هو من داكشي كامل اللي فيه. هاد العيبات هادو اللي تيكونوا تيتحطوا في تحت لي زاسيات في الطبله، انا كنديرهم كيحافظوا لك حتى على الطبله الا ما كنتيش دايره ليها القلاع ولا ما كنتيش مخبيها. هادو تشريتهم في ساغا، دايرين تقريبا شي 9 دراهم للوحده. كاينين اللوانات وكاينين شكالات بزاف، ولكن هاد اللون انا جاني حسن، وحتى هادو كيتغسلوا الا تسخوا ليك ولا كان فيهم دسم ولا شي حاجه كيتغسلوا كيولوا جداد.
دابا بنفس البرودوي غادي نمسح الجناب ديال المجوره وعلى برا. هاد البرودوي الصراحه تيعطي واحد البريونس. غادي نوريها لكم في لا فيديو، غنوريكم كيفاش كيخلي البلاكارات. دابا غادي ندوز نمسح الفران. هاد البرودوي اللي غنوريكم دابا هو منظف متعدد الاستعمالات، ممكن تمسحوا به البوطاجي، التواليت، حشاكم، البوطة، الفران، اي حاجة صراحة، الميكرووند، اي حاجة كي ينقي مزيان. ولا كانت عندكم مثلا شي طبعة شي حاجة فرط لكم فوق البوطة، كترشو شوية وكتخلوه، من بعد كتجو كتمسحو كيتزول. دابا غادي نجي البلاكار اللي كنحتفظ فيه بالمواد الغذائيه، غادي نخويه كامل وغادي نعاود نمسحو بداك البرودوي الاول اللي كنت وريتكم ديال العود. غادي نمسحو وغادي نجيب واحد الشبيكه اللي غادي نزدف فيها دوك لي بواط، المعلبات، داكشي اللي كيبقى غير مشدد باش يبقى معزول في واحد لابواط. وفي نفس الوقت غادي ندير واحد اللائحه بالنواقص اللي كاينين اللي خاصيني في الدار، بما انني جبت هاد البلاصه غادي نشوف الحوايج اللي تقاداو اللي قرابين يتسالاو باش نكتبهم في واحد لا ليست منين بغيت نتقدى نخرج ونجيب هذوك الحوايج اللي خاصيني ما نسى والو. دابا من بعد ما ساليت هاد البلاكار غنمسحو بالبرودوي الاول من هنا برا ومن التحت ديالو حتى هو. ومن بعد دابا غادي ندوز الميكرووند اللي حتى هو غادي نمسحو بنفس المنظف اللي مسحت به الفران. دابا غادي نمسح هاد اللي كندير فيها العطريه، صراحه زوينه وبراتيك، عمليه بزاف وسهله، وحتى في التنظيف ديالها سهله وما واخداش سباس كبير. غنمسحها، نمسح القريعات كاملين، نمسحها كامله من الداخل ونرد ليها القريعات ديالها. دابا جات الوقيته ديال البلاكارات اللي فيهم الماعن، كلشي الماعن كنجبدهم كنمسحهم. كنمسح بداك البرودوي الاول اللي قلت لكم ديال العود، كنمسح كلشي، البلاكار كله كنمسحو مزيان وكنعاود نرد ليه الماعنات ديالو. دابا غادي ننظف لاهوت بالمنظف الثاني اللي وريتكم متعدد الاستعمالات. غادي ننظفها مزيان ونعاود نمسحها بحال نشفها باش ما يبقاوش فيها دوك الطبعي، باش تبالكو لها بغيونت.
بالنسبة للبوطة كندير ليها نفس البرودوي اللي قلت لكم، منظف متعدد الاستعمالات، وكنخلطو مع شويه ديال المنظف تاع الاواني، ومن بعد كندوز عليها شبيكه هكا، كنحك بقع صعبه، ومن بعد كندوز عليها كنمسحها وكنعاود نشفها بشي منديل يكون ناشف. بالنسبه للشبكه ديال المعان غادي نغسل هذاك البلاطو اللي تيكون تحت منها، ونغسل البوطاجي مزيان، انا ساليت تنظيف ديال المطبخ، ما استغرقش مني وقت كبير لان هاد العمليه كيخصكم ديروها بصفه مستمره، يعني تحددتوا واحد مثلا مره في 15 يوم تبقاو ديروا بحال هاد التنظيف العميق، هكا ما كيتراكمش عليكم، كيبقى ديما المطبخ ديالكم نظيف. هذا الطويجين ديالي، ونقول لكم بصحة وراحة، وكنتمنى الفيديو تنال الإعجاب ديالكم، وخلوا لي بزاف ديال لي كومنتير، أنا كنتسناهم وكنتسنى لي لايك ديالكم، وما تنسوش تسنوني في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. تهلاو لي فراسكم، بسلام عليكم.